يعني صار لهم سنتين يعني فيش لا مدرسة ولا إشي، يعني التعليم الإلكتروني مش عم بفيدهم. والله أقسم بالله أخوي صف يعني صف ثالث، أخوي عن جد نسيوا الأحرف نسيوا الأرقام بالمرة، يعني فيش تعليم، فيش تعليم بالإلكتروني. أنا مبسوط إنه رجع التعليم وجاهي، يعني أنا طالب جامعة ولسه الجامعات بشهر 10 رح يبلشوا. احسن احسن التعليم الوجاهي احسن طبعا. وديهم يعني قديش صار لهم مش رايحين على المدارس؟ اي والله وديناهم ان شاء الله مشان موضوع اللي حكونا عليه، موضوع التقويه عن السنوات السابقه اللي راحت عليهم، ان شاء الله يكونوا كفؤ لهي الشغله. يعني المراجعه مزبوطه وسنتين، خلي الولد يحتك بالمدرسه لو كان في دراسه او ما في دراسه، بس خليه كمان يطلع من الموضوع التوحد اللي صار فينا بالبيت. يعني معليش اعذروني لو سميت كلمه توحد، يعني سنتين يعني الولد ما له متعود على هاي الظاهره، بس ان شاء الله يا رب انه تستمر هاي الامور. وديتهم ايه نسوا التعليم، هو عشان بطل صاروا يسهروا وصاروا غلبونا بالدار ونس الدراسة. طبعا احنا سجلنا اولادنا وسجلناهم بالفاق التعليم اليوم. ليش سجلتوا؟ طبعا لازم الطلاب يرجعوا على المدرسة ويستفيدوا من المفاهيم والاشياء اللي فقدوها خلال سنتين بجائحة كورونا لما كان التعليم عن بعد. فطبعا كان من ضروري انهم يرجعوا على المدارس وياخذوا خطط ضمن الفاق التعليمي. اي نعم وديتهم. لا والله ما وديناهم لانه انا في سبب، يعني بنتي يعني عندي بنت انا وما وديناها على ما سجلناها، اسف ما سجلناها بالفاقد التعليمي عشان هيك بس.